جيسيكا حبشة صحفية وكاتبة موقع ام تي في الالكتروني. مواضيع الاسبوع معكم بها الفقرة الاسبوعية من توب ستوريز. اهلا وسهلا فيك جيسيكا. ثانك يو. اهلا فيك. شو عنا مواضيع لهالجمعة؟ يعني مواضيع عديدة بالسياسة. التعنت السياسي بعده على حاله، يعني الاطراف السياسية ما عم بتحلحل شوي، بوقت الخارج ما كتير بالو فينا لانه في استحقاقات خارجية كتير كبيرة. الحرب بالجنوب مستمرة رانيا، وشفنا هالاسبوع يعني توسع اذا بدك لقصف لبلدات كانت بعيدة شوي عن خط النار وعن محور الاشتباكات الاساسي، بوقت في تحذيرات دبلوماسيه كثيره من توسع الحرب بالجنوب، وهذا الشيء اللي عايشين كل يوم بيومه عم بياثر جدا جدا صار صح. على كل لبنان يعني حقيقه هالاسبوعين خلص بتحسي بلشت القصه تصير اصعب واصعب. مزبوط، يعني رغم التحليلات رغم المواقف بالفعل مش معروف شو راح يصير. على الصعيد الاقتصادي يعني تصنيف لبنان من وكاله فيتش بعده عند مستوى اردي، هيدا المستوى يعني المذل للبنان. والأسوأ هو يلي اعلنته الوكاله انه ما رح بقى تصنف لبنان لانه ما عندها المعطيات والمعلومات الاقتصاديه الماليه والنقديه الكافيه يلي بتخليها تصنف لبنان. يعني فعلا هيدا علامه سوداء باقتصاد لبنان يلي هو اصلا منهار من 5 سنين لهلا. عالميا العين على الانتخابات الامريكيه من بعد اكيد انسحاب جو بايدن من السباق، وايضا بروز كامالا هاريس اللي رح تنافس ترامب، واكيد هيدا الانتخابات اللي رح تعمل تحول عالمي مش بس بالولايات المتحده الامريكيه. ولكن البدايه رانيا اكيد مع موضوع تطورات بالجنوب. السؤال هو هل يمكن لاسرائيل تنفيذ عمليات من دون عملاء؟ يعني هيدا السؤال الاساسي. يعني باول الحرب حكى عن كثير معطيات انه اسرائيل عم تقدر تخرق الهواتف لا. ومن هون عم تقدر تغتال شخصيات بحزب الله، ولكن رغم يعني الاهتمام الكبير ورغم التحذيرات اللي صارت بحزب الله والطلب من العناصر انه ينتبهوا بموضوع الهواتف والالكترونيات، الا انه الاغتيالات ظلت مستمره. فشو اسبابها وكيف عم تقدر اسرائيل تستهدف هالشخصيات وحتى المخازن واهداف ثانيه؟ اختصرناها بفيديو. معناتها دائما بنخاف انه يكون في عملاء لاسرائيل بيناتنا، يعني شغله بتحسي بتصيري بارانوياك اخر شيء مؤامره. يعني عم تعيش كل الوقت خوف، يعني خوف منخرق على كل الاصعده. ننتقل لتاني موضوع رانيا، موضوع الكهرباء. يعني على طول بنحكي عن موضوع الكهرباء وعلى طول باليوميات والمحلات السياسيه في تصاريح لقصه الكهرباء، ليه مقطوعة إذا في كهرباء؟ يعني معاناة اللبنانيين مستمرة والحلول الترقيعية مستمرة بالكهرباء، وعم يلجأوا لكل الطرق اللبنانيين تيأمنوا الكهرباء، ولبنان الرسمي عم بفوت كل الفرص ليقدر يأمن الكهرباء، إن كان عرضين من قطر، عرض سيمنز، عرض الصندوق الكويتي، وأيضا العرض الصيني. يعني تخيل قد في عروض، بالمقابل عم بينبشوا على سلفة من هون، على شوية مصاري من هونيك تيقدروا يأمنوا بأحسن الأحوال 4 ساعات كم كهرباء. ساعة؟ مش معقول. وخاصة احنا هلا صيفية ومؤسسات وسياحة، يعني شو ما في سياحة ولا كهرباء. يعني لك شو هالمعضلة يلي عم تنحل امور يا لطيف وبعدنا بقصة الكهرباء؟ مش هينة بقى ابدا، متعبة جدا هالقصة للمواطن جيسي. صحيح. زميلنا نادر حجاز حكي مع الباحث بشؤون الطاقة غازي محمود يلي قال له انه تطوير قطاع الكهرباء بشكل اساسي زيماً مع اهمال المعامل الكهربائية، هيدي المعامل الاساسية اللي كانت موجودة اللي كانت بتأمن 70% من حاجة لبنان من الكهرباء لحد العام 1976. يعني تخيلي بوقتها قد ايه كان وضعنا احسن. وبيقول لنا انه تطوير اكيد هذا القطاع بيتطلب خطه متكامله، ولكن الاساس اللي فينا نعمله انه نرتكز على الثروات الوطنيه الموجوده بلبنان مثل مية الانهار والهواء وحتى النفايات الصلبه، بنقدر من ميله نحل ازمه النفايات ومن ميله ثانيه نامن الكهرباء. يعني ما بعرف كيف هالدوله ما بتطلع بوجه بتروح بتنبش برا على الحلول، وفعلا لانه الحلول اللي برا فيها اكثر ابواب للنهب والسرقه والفساد، هون ما بيعود فيهم
ما بقعد فيه هيدا الابواب، ولكن اوقات الحلول لمشاكل كثير كبيره بتكون بسيطه وموجوده قدامنا. بقولوا انه الخطوات الاساسيه الواجب اتخاذها منع التعديات، اول شيء منع السرقه والتعديات على الخطوط الكهرباء، هيدا شيء كثير اساسي وقد ايه لنا بنحكي فيه وبنحكي عنه وبننادي فيه كمان، ما بعرف ليه بعد لهلا بعدنا بنسمع اخبار عن تعديات. موضوع ثاني صيانه المعامل الكهربائيه، هيدي المعامل اذا بنعملها صيانه قد ايه فينا نستفيد منها. الموضوع الثالث معالجه المطامير، ومثل ما حكينا الاستفاده من موضوع النفايات تنقدر نعمل كهرباء، هيدا الموضوع الاساسي، واعطاء الضمانات والتسهيلات الممكنه لمشاريع الطاقه الهوائيه، الهواء يعني اشياء موجوده وببلاش. نحن على طول بنضل نرجع نحكي عن هيدا الموضوع تنرجع نقول انه الكهرباء ممكن ما تكون هالقد ازمه مستعصيه وعلى طول في حل. هيدا موضوع الكهرباء يعني بعدنا بنحكي وبمحلنا من سنين وعشرين سنه لليوم 100%. نكست ارقام مخيفه ابتعدوا عن البحر، يعني تخيلي بشهرين بس غرقان 50 شخص. شو هالقصه السنه وهالظاهره الرهيبه؟ شيء كثير غريب. من شو ما بنعرف شو عم بيصير. من ميل بتفهم انه يعني اسعار المجمعات السياحيه البحريه مرتفعه شوي، في كثير عالم ما عم بيقدروا يروحوا عليها، عم يلجأوا للبحر، ومسابه كمان انه الطقس ما عم بيساعد، على طول عم بيكون في موج هيدي الفتره، بس كمان المواطنين عليهم مسؤوليه ولازم ينتبهوا ما يكبوا حالهم، يعني عم بيقتلوا حالهم، هيدا انتحار صار، يعني بطل قصه حالات غرق. ونحن بفكرة ريسكيو دائما عم نرجع نحكي عن هالموضوع، يعني وخصوصي مع الدفاع المدني، نوجه لهم تحيه استاذ سمير يزبك تحديدا يلي دائما موجود وعم بيحكوا ويحكوا ويعملوا هالتوعيه. بليز عن جد يعني البحر بلبنان غدار مثل ما بنقول، يعني فيه تيارات، فيه موج، في الهواء ممكن يسحب، يعني ما حدا ما في مرجله على البحر. نحن بنقول يعني البحر ممكن يتغلب على اهم شخص محترف سباحه حتى. يعني مثل ما قلت يعني اذا بيسبحوا مش يعني رح يقدروا يقضوا وقت كثير حلو، ممكن تخلص حياتهم بهيدي الغطسه. نحن حكينا مع سمير يزبك وقالنا اختصر لنا بفيديو اكيد بعض الارشادات المهمه بهذا الموضوع. هيدي التوعية ضرورية جدا عن جد، مشكورين انه عم تكونوا عم تحطوها كمان على موقع الام تي في الالكتروني. ايضا بعد عنا موضوعين لليوم، بعد عنا موضوعين، موضوع مصرف الاسكان وقروضه، يعني الحمد لله رجع الاسكان وكثير شباب عم يرجعوا يتشجعوا انه يشتروا شقق من بعد ما كان يعني الحركة اكثر بموضوع الايجارات. فتح مصرف الاسكان بوابه اول حزيران وطبت هالطلبات الكبيرة، هيدا اكيد الامر الايجابي. لارقام مصرف الاسكان سجلت حتى تاريخ 22 تموز تقديم اكثر من 23,000 طلب، اكمل 2500 منهم يعني الخطوات كله. صح الملفات وصلوا للمرحله الثانيه وهذا امر كثير ايجابي. يعني وبيقول لنا المدير العام لمصرف الاسكان أطوان حبيب انه ما كان متوقعين هالقد يكون في طلبات، لامر اكيد يلي رح يخلي المصرف يعني يتاخر شوي أكيد. انه يبت بالطلبات التاخير بس اكيد بس بدنا نوجه له تحيه للاستاذ أطوان لانه عن جد عم يشتغل كثير، يكون عم بيجيب تامين صح. الاستثمارات من برا، ويكون ما عم بيقدر ما عم بيوقف هالشباب كمان انه يكملوا حياتهم، يعني شغله حلوه كثير ومصداقية هالمصرف معناتها قديش عالية جيسيكا لحتى يكون عم يمشي تمشي الطلبات بهالشكل الكبير. حلو هيدا الشيء كثير اساسي، الطلبات هي اكيد طلبات شراء، طلبات ترميم، طلبات بناء متنوعة، واكيد اللي عم تنعطى مبالغ يمكن صغيرة هلا بس يمكن مثل ما وعدنا رح تزيد هيدي المبالغ. ومثل ما قلتي عم بيشتغل على قروض اضافية، يعني اللي ما لحقوا حالهم بهيدي المرحلة رح يكون في قروض اضافية رح يقدروا يستفيدوا منها اللبنانيين، قروض من صندوق ابو ظبي للتنميه، من السعوديه ومن قطر، وهيدا الشيء كثير ايجابي. نعم بتعرفي اهم نقطه قلنا اياها انه يلي كل عم جربوا يعملوا واسطه ويدعموا ملفهم ما في أبداً واسطه، لانه المنصه الالكترونيه هي اللي عم تغرب الطلبات وعم بتشوف شو الشروط الموجوده وشو الشروط اللي مش موجوده. وقلنا قولوا للمواطنين ما يتعذبوا ويعملوا واسطه، اكيد كل الاشخاص الملفهم وكلهم رح يوصل الدور لعندهم، كلهم رح يوصل الدور وفي قروض جايه بالمرحله الجايه. اخر موضوع لليوم موضوع مهم كثير طن الدنيا فيه عن جد،
عند هالحجوزات الفيك والكاذبه بشرك السفر، وانا كثير اجاني شكاوى لنوصلكم ياهن بهالموضوع. يعني المواطنين اوقات عم بينغشوا باوفرات على السوشيال ميديا، بشوفوا سعر بيقولوا واو، انه معقول سفره طويله عريضه ب 300 400 دولار بياكلوا الضرب باخر النهار. اكيد النقابه حذرت الناس، قالت لهم بليز انتبهوا، مش بس التيكتس عم بيكونوا فيك، كمان الباكجز، كل السفره، الاوتيل، التورز اللي عم بينعملوا كلهم فيك. ونحن حبينا نحذر المواطنين ونرجع نسلط الضوء على هذا الموضوع تما يخسروا مصرياتهم واكيد ياكلوا الضرب. وعملنا فيديو كمان، يلا خلينا نشوف الفيديو. يعني دايما منقول المواطن اليوم بلبنان هو سيد نفسه، لأنه معنا دولة تهتم فينا، فلازم يكون في كتير وعي وتوعي، ونحن دايما بنشتغل سوا لحتى نعمل هالمهمة الصعبة. أكيد رح نتابع الموضوع بفقرة ماي رايتس، وأكيد معكم هيدي ننتبه أنه ما نحجز إلا من شرك عن جد مأكدين منه ومرخصة. مرخصة 100%. صحيح جيسيكا، شكرا، على امل الاسبوع الجاي تكون اخبار احلى. اكيد دائما بنقول هيك. اهلا وسهلا فيكي، رح ناخذ وقفه ونرجع.